المحترفة الثانية أولمبيشلف حل ضيفا على فريق جمعية وهران. الجمعية وبالإضافة إلى مركزها الثالث عشر هي تعاني من مشاكل جمة ورحيل العديد من اللاعبين في الميركاتو والشتوي، وضعية لا تسر أنصار هذا الفريق الذي كان في الماضي القريب أكبر مدرسة كروية وطنيا. أول تهديد في المباراة كان من طرف أصحاب الأرض، وكرة حاجي ردتها العارضة. رد الشلفاوة جاء بأقدام جاهل الذي مرت تسديدته جوار القائم. بعدها تحكم المحليون في زمام المواجهة، فلاحت فرصة لخلف الله الذي سدد عاليا وضيع فرصة افتتاح التسجيل. زميله بنويس كان قريبا هو الآخر من التسجيل، ولكنه فشل في إدراك المسعى بسبب سوء التركيز أمام المرمى. لقطة رد عليها الأولمبي بتسديدة قدور شريف التي راحت سهلة بين أحضان الحارس علاوي. وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول نفذ بنويس مخالفة مرت على إطار مرمى الحارس وابدي ببضع سنتيمترات، لينتهي هذا الشوط على وقع التعادل السلبي. في الشوط الثاني تواصلت سيطرة جمعية وهران ورأسية ساسي، تألق الحارس وابدي في إخراجها. بعدها وفي الدقيقة 66 وابدي يخطئ في إبعاد الكرة، وبن شيخ في المتابعة يفتتح التسجيل لجمعية وهران. أربع دقائق بعد ذلك الحكم سعيد عوينة يقوم بإشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه مهاجم جمعية وهران حجي بعد مواصلته اللعب رغم الصافرة التي أعلنت عن تسلل. ليكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين، نقص عددي لم يعرف لاعب أولمبيشلف كيف يستغلونه، حيث لم نشاهد أي رد فعل حقيقي سوى تسديدة جاهل التي جانبت القائم. ليعلن بعدها الحكم عوينة عن نهاية المباراة بخسارة ثانية لرائد الترتيب هذا الموسم، فيما رفعت جمعية وهران رصيدها إلى 16 نقطة بعد هذا الانتصار الثمين.